مشاهدينا، برحب بحضراتكم من جديد. جهود كبيرة بتبذلها الدولة في قطاع الإسكان والتشييد والبناء وكذلك الأنشطة العقارية، وقد وجهت الدولة استثمارات عامة خلال السنوات الماضية لهذا القطاع المهم، ويظل القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة. حقيقة وزارة الإسكان أعلنت فتح باب الحجز الإلكتروني بمشروع جنة بداية من يوم الأحد 26 مارس، وهذا الإعلان هيكون لحجز 10872 وحدة سكنية. طبعا وزارة الإسكان وضحت أيضا أن حجز وحدات مشروع دار مصر هيبدأ يوم الثلاث 28 مارس، وحجز وحدات مشروع سكن مصر هيكون يوم الخميس 30 مارس، وحجز الإسكان المتميز هيبدأ يوم الاثنين 3 أبريل، وحجز وحدات مشروع بطمية جاردنز هيكون يوم الأربع 5 أبريل. بوضح كمان لحضراتكم أن وزارة الإسكان بتعتزم طرح 22332 وحدة سكنية في مشروعات متنوعة زي جنة ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز والطمية جاردنز بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات جميع الشرائح الاجتماعية، والحجز هيكون إلكتروني. طبعا تفاصيل أكتر هنعرفها عن طرق الحجز وكيفية سداد مقدمة الحجز، وباقي التفاصيل هيكون معنا هاتفين الأستاذ أحمد حسن مسؤول ملف الإسكان في اليوم السابع. برحب بيك معنا أستاذ أحمد على تلفزيون اليوم السابع. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، كل سنة وانت طيبة، وكل المشاهدة اليوم متابعة اليوم السابع بخير وصحة وسلامة ومساء الخير. بالنسبة وزارة الإسكان، عايز بس أوضح حاجة من حضرتك قلتيها، إن هي بالفعل وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 20,000 وحدة سكنية، واليوم الأحد إن شاء الله غدا، اعتبارا من غدا، هيبدأ الحجز أونلاين والإلكتروني، هيكون من خلال موقع بنك التأمين والإسكان. لو نتكلم عن تفاصيل الوحدات اللي أعلنت عنها وزارة الإسكان، هم عبارة عن أكثر من 20,000 وحدة سكنية متنوعة ما بين عدة مشروعات سكنية، ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة والطمية جاردنز. الأربع مشروعات دول عبارة عن يعني 22,000 مشروع تم طرحهم بالفعل. 22,000 وحدة تم طرحهم بالفعل، اعتبارا من الغد إن شاء الله هيبدأ الحجز أونلاين. لو هنتكلم عن التفاصيل، المشروعات هم عبارة عن مشروعات موجهة لفئتي متوسطي ومنتفع الدخل. مساحات الوحدات بتتراوح ما بين 100 متر ل 150 متر على حسب نوع نشوءه. لو هنتكلم عن مشروع سكن مصر، مساحة الوحدات بتتراوح ما بين 100 ل 116 متر. بالنسبة لمشروع سكن مصر، بالنسبة لمشروع دار مصر وجنة، مساحات الوحدات بتاعتهم عبارة عن بتتراوح ما بين 100 متر ل 150 متر. جنة ودار مصر عبارة عن مشروع كومباوند سكني متكامل الخدمات، محاط بسور وامن وحراسه وخلافه. بالنسبه برضه مشروع القطاميه جاردن، مساحه الوحدات بتتراوح ما بين 100 متر ل 160، في مساحات متنوعه يعني بتتراوح ما بين 120 130 وخلافه 140 على حسب رغبه العميل. الحجز هيكون اونلاين، يعني بحيث انه يتيح فرصه اكبر للمواطنين في الحجز باختيار الوحده اللي تناسبهم، سواء دور اول، دور اول مكرر، دور ارضي بجنينه وخلافه. الحجز هدفه اتاحه الوحدات لكافه المستويات، يعني كانت في القديم كانت وزاره الاسكان بتهتم بالفئات المحدوده الدخل فقط، اما في الفتره الاخيره خاصه من 2014 حتى الان الدوله مفهومها اتغير، وفكر الوزاره وفكر الحكومه بتغير، بحيث انها بتتيح وحدات سكنيه لكافه الفئات، بحيث لا يقتصر عمل الدوله او شغل الحكومه على المحدود الدخل فقط، لا بل هدفها انها توفر وحدات مدعومه لمحدود الدخل ووحدات غير مدعومه للفئات الاخرى، بحيث انه يكون في سياسة الوزارة بتعتمد على ثلاث حاجات: الدعم والإتاحة، الدعم بالنسبة لمحدود الدخل، والإتاحة بالنسبة للفئات الأخرى سواء متوسط الدخل أو مرتفع الدخل. لو أتكلم عن عايزة بس أسأل حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني الفرق ما بين مشروع جنة ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز طبعا أطمية جاردنز، يعني أعتقد أنه حضرتك صحح لي الفرق في المساحات مش كبير، فالفرق الحقيقي اللي بيقف قدامه العميل بيكون إيه؟ لا يا فندم، في فرق كبير. حضرتك بقول لحضرتك نسبه المشروع سكن مصر، مساحه الوحده بتتراوح ما بين 100 ل 116 متر، لا تتخطى 120 متر، وده مشروع مش كومباوند، ده مشروع عباره عن محاط بسور شجري او مرات. هو مشروع مناسب جدا ومستوى التشطيب جيد، بس مش كومباوند. اما بالنسبه لمشروع
برمص وجنة دول عبارة عن مشروعين، عبارة عن كومباوند ساكن متكامل خدمات، في أمن وفي حراسة وفي حمامات سباحة وفي خدمات تعليمية وفي مدارس وفي حضانات وفي خلافة. مساحة الوحدات بتتراوح زي ما قلت لحضرتك إنها يكون 100 متر ل 150 متر، في مساحات تتخللها في الوسط يعني 120 وفي 130 و 140. التشطيب هيكون أفضل بكتير من مشروع سكن مصر، بيكون تشطيب فوق الممتاز يعني زي ما احنا بنقول الترا سوبر لوكس. بالنسبه لمشروع قطامية جاردنز، ده مشروع عباره عن، هو مشروع خاص ولكن وزاره الاسكان ليها حصه عينيه فيها، لذلك الوزاره بتاخد الحصه العينيه وتطرحها للمواطنين بحيث تتيح فرصه لاكبر المواطنين الراغبين في حجز وحدات في مشروعات القطاع الخاص ده، هم ما بيقدروش يسددوا الحاجات اللي هي بتطلبها شركات القطاع الخاص، الإدارة بتاخدها وتطرحها بسعر أقل أو تطرحها بمزايا عدة سواء مد فترة التقسيط أو خلافه. لو هنتكلم عن مقدمات الحجز الخاصة بكل مشروع، بالنسبة لمشروع سكن مصر مقدم الحجز كان في 70,000 جنيه، بالنسبة لمقدم حجز المشروع دار مصر 80,000 جنيه، بالنسبة لحجز مقدم حجز لمشروع جنة والقطامية جاردنز لكل منهم 100,000 جنيه لكل مشروع. ده بالنسبة لمبلغ جدية الحجز. لو هنتكلم عن في فرق بين جدية الحجز ومقدم الحجز، جدية الحجز اللي احنا قلناها اللي هي 70,000 جنيه لسكن مصر و80,000 جنيه لدار مصر و100,000 جنيه لكل من قطامية جاردنز مشروع جنة. بالنسبة لمبلغ مقدم الحجز، هو بيكون عبارة عن 20% من قيمة الوحدة. لو هنبسطها، لو قيمة الوحدة مثلا 200 جنيه، فمقدم الحجز هيكون 200,000 جنيه. أنا دفعت 70,000 أو 80,000 أو 100,000، بخصم المبلغ اللي أنا دفعته كمبلغ جدية الحجز، وبالتالي هيكون لو أنا حاجز في مشروع جنة وحجزت واحدة مبلغها قيمتها 1,000,000 جنيه، بالتالي أنا دفعت 100,000 جنيه مقدم المتبقي جدية حجز المتبقي علي عند التخصيص وعند تخصيص الوحدة باسمي، إن أنا هدفع 100,000 جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الخاصة أو الرسوم الأخرى الخاصة بالصيانة وخلافه. ده بالنسبة لمقدم الحجز وجدية الحجز. لو هنتكلم عن كيفية الحجز، كيفية الحجز إن والحجز شاء الله الإلكتروني كمان الحجز الخطوات. الإلكتروني. بالنسبة إن شاء الله بكرة هي الوزارة أو هيئة المكافآت المالية حددت لكل مشروع أيام معينة بحيث إن هو ما يكونش فيه تزاحم على الموقع، بحيث إن هو يكون في إيده فرصة أكبر إن كل واحد يقدر يحجز بشكل كويس، بيكون ان السرعه فيه كويسه، ما بيكونش ما يحصلش ان الموقع يقع ولا حاجه. لذلك بالنسبه للغدا ان شاء الله هيبدا الحجز لمشروع جنه اعتبارا من الساعه 10 صباحا، هيبدا هيدخل المواطن على او على الموقع بنك التامين والسكان، هيبدا من الحجز هيبدا من الساعه 10 صباحا، يعني هو هيكون مجهز ايصال مبلغ جديد الحجز الخاص بيه على اساس هيحتاجه برضه هو خلال خطوات التقديم. هيبدا هو يدخل على الموقع يضغط على الايقونه ارغب في التقدم، هيظهر له حاجه اسمها الحجز الان، هيضغط على كلمه الحجز الان، هتظهر قدامه شاشه كده فيها كل التفاصيل المتعلقه بيه، اسمه ورقم التليفون وان كان هو متزوج ولا لا، وخلافه هيعمل تأكيد على البيانات دي. هتيجي هتظهر له شاشة تانية أخرى فيها متعلقة ببيانات الوحدة اللي عايز هو يحجزها، بالتالي بيختار المحافظة، مثلا لو هيختار مثلا القاهرة الجديدة بيختار محافظة القاهرة، لو هيختار أكتوبر هيختار محافظة الجيزة، وبعد كده بيختار المدينة، وبعد كده بيختار اسم المشروع، وبعد كده بيختار مساحة الوحدة، وبيختار العمارة وأي الأدوار، وبعد كده مجرد ما ينتهي من الحاجات دي بسرعة جدا يضغط على كلمة تأكيد. مجرد ما يضغط تأكيد هتظهر له شاشة إن هو تم تخصيص الوحدة له رقم كذا في العمارة، رقم كذا في مشروع كذا. بس الحاجات دي هنا محتاجة سرعة بس في عملية الحجز، وإن هو يكون جاهز ويكون هو عنده عامل حسابه إن يكون عنده أكتر من بديل، بحيث إن هو وأنا عشان الحجز الأونلاين بيعتمد على السرعة في اتخاذ القرار والسرعه في الاختيار، بحيث ان انا لو انا وحضرتك مثلا على جهازين جنب بعض وانا ضغطت انتر قبل حضرتك انا كده، بالتالي انا خدت الواحده، بالتالي انا لازم اكون مجهز عده بدائل اخرى، يعني مثلا ايه لو انا عايز احجز شقه 130 متر، مساحه 130 متر، بيكون
عندي اكتر من بديل على اساس ان انا بكون مطلع على كراسه الشروط يعمل عملية والصوره أسرع الجديده. كمان. على اساس يكون انا عندي اكتر من بديل على اساس وانا واحجز، لو لقيت الوحده اتحجزت اضطر ان انا بسرعه جدا اختار البديل الاخر اللي انا حاطه معايا ومجهزه معايا. وضحت الصورة. الأستاذ أحمد حسن، مسؤول ملف الإسكان في اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك معنا وكل المعلومات اللي أضفتها لينا. كل سنة وحضرتك طيب، شكرا جزيلا. كل سنة وأنت طيبة، وشكرا ليكي وكل المتابعين اليوم السابع الكرام. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، متواصلون مع حضراتكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة التلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.